خلونا نطلع الآن إلى البوليفارد يا شباب، وأعتقد أن البوليفارد فيه مشهد عظيم يقدر يستمر محمد المشاري في شرح لنا وش اللي صاير في البوليفارد. محمد اسمعني يا محمد. نعم مساء الخير مرة ثانية مالك ومشاهدين بيسي. في هذه التغطية الاستثنائية أجواء الفرح والسعادة لا زالت حاضرة مستمرة في الساعة تمام الساعة 9:50 ما زالت الناس تتوافد إلى هذا المكان يعني يكملون مشاعر الفرحة مشاعر الفخر بهذا اليوم العظيم. احتفالات وفرح كبير جدا أيضا، حتى مثل ما نشوف أو ورانا احتفال كبير جدا يعني في لو الكاميرا بس تعيش بعض الصور اللي من ورانا. التراث السعودي موجود، الناس فرحانين، قابلنا ناس من مناطق مختلفة من القصيم من حايل من جدة كلهم موجودين هنا كلهم فرحانين ومبسوطين. طبعا فعاليات كثيرة بنشهدها على مر الثلاث أيام الجاية بخصوص الاحتفال بيوم التأسيس، لكن خلينا محمد نتعرف أكثر على روشن. روشن اللي محتفلين معانا وكانت لهم بصمة كبيرة في يوم التأسيس. نرحب بضيفنا. أكيد خلونا نرحب ضيفنا عبد الله مغرم المتحدث الرسمي لشركة روشن العقارية. حياك الله، سعيدين اليوم بلقائك معنا في قناة بي سي. شركة روشن غنية عن التعريف وهي الراعي الرسمي لموسم الرياض. اليوم نتكلم عن روشن في صناعتها للروشن والزخرفة الخاصة لاستديوهات ام بي سي في تغطية يوم التأسيس. حياك الله عبد الله، وكلمنا عن الخطوة اللي عملتوها في صناعة الروشن في داخل استديو ام بي سي. طبعا بالنسبة الأعمدة اللي كانت موجودة في الاستوديو ام بي سي هي عبارة عن 6 أعمدة، هذه تمثل المجتمعات السكنية التي ستبنيها روشن. هذه الأعمدة مستمدة من التراث العمراني للمناطق التي ستبني فيها روشن، ومنها الرياض، جدة، عسير وغيرها من مناطق المملكة. حتى اليوم التراث حاضر صحيح في ديزاين والتصميم وجمالية المكان. صحيح موجود كمان. ولو نبغى نتكلم على روشن وكيف احتفالية روشن في يوم التأسيس. طبعا بالنسبة لاحتفالية روشن في يوم التأسيس كان لدينا احتفاليتين، الأولى كانت في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وهي عبارة عن مسيرة للخيول، وكذلك في لافتات في على أرضية الملعب. الفعالية الأخرى كانت في مركز الملك عبد الله المالي في الرياض، وكان عبارة عن عدد من الفعاليات كان من ضمنها مسيرة للخيول وكذلك سوق شعبي وغيرها من الفعاليات. الفكرة من اختيار مركز الملك عبد الله المالي هو الربط بين التراث والثقافة والفنون وكذلك الموقع المتقدم أو الموقع المتطور وهو مركز الملك عبد الله المالي. ولو بغيت تتحدث عن شعورك اليوم في هذا اليوم الجميل، اليوم العظيم، يوم التأسيس. طبعا شعور الفخر والاعتزاز كمواطن سعودي، هذه قصة دولة ممتدة لأكثر من 300 عام، منطقة باتت مركز اهتمام العالم، فشعور الفخر والاعتزاز في هذا اليوم. بغيت نتكلم عن الأزياء اليوم، يعني أزياء مختلفة، إيش أكثر اللي شدك؟ كيف شايف التنوع اليوم عبد الله في هذا المكان؟ شايفين التنوع في المظاهر بين الألبسة التراثية التي تمثل مختلف مناطق المملكة. احنا سعيدين جدا اليوم بلقائك معنا في قناه ام بي سي. يا اهلا وسهلا، حياكم الله. عبد الله اهلا وسهلا. شكرا. كان هذا حديث ضيفي عبد الله مغرم هو المتحدث الرسمي لشركه روشن العقاريه. حياك الله، سعيدين بلقائك معنا.